العلاقات العاطفية في مواقع التواصل الاجتماعي. احنا انا في السنه المراهقه نتاعي البيك وقتها معناها كانت قويه على الاخر وقتها والناس كل ان وكونكتي ياسر الناس كل عندها سمارت فون وعندها تليفونات وفيسبوك وكان عندها لمسان. انا تجربتي مع الفيسبوك مزيانه نجمت نعرف انسان كان عزيز وغالي عليا مازالوا فما هكا دي سوفينير مزيانين ذكريات حلوه بارتاجيتهم معاه وعادي توفى العلاقه لكن اللحظات اللي نعيشها ما توفاش خاطر حياه الانسان لحظات وفترات مزيانه ساعات يوصل يحس الحب وانا كنت في نوع من الحب عن طريق المواقع الافتراضيه عن طريق الفيسبوك افيك ان سامبل كومونتير على ستوري نهار هكا بعثت لها ميساج قلت لها محلاك اليوم هكا دابيتود رات تستوري مي ما نعملش كومونتير اليوم هكا ما نعرفش علاش اخترت الولا نعمل كومونتير هي بدرتني شعور مزيان هكا وكل يبان بعد رجعني لها اللحظه هذيك قالت لي انا نهرتها في اللونفي في الفاك خاطر انا ذيك اكتشفت اللي تقرا معايا من بعد فرت فاكولتي كليه واحده وريتها انا هكا من الاول عجبتني سانسيغمون معناها فيزيكمون زدت دخلت البروفيل تعرف انت التصاور موجودين وكل تصويره على تصويره فما اتراكسيون صارت ما نعرفش بون مش بس تصير مع اي بروفيل تدخل له بون فما حاجات نتاع قدر معناها تتخلق في لحظتها الفيسبوك يكون هو الكادر اللي يجمع زوز عبيد زاده مواقع التواصل الاجتماعي كلها على قد ما تكون تقرب العبيد فما دي مامو انا غيف با هكا باش نكونوا كونيكتي بالبي فما حاجات نتاع احساس نجم نكون لك احساس وشعور مزيان لكن لازم فاس فاس افيك ان ريغار غزره هكا تخليك تحس برشا حاجات ما تحسهمش ورا ليكرون اوكي ورا ليكرون تنجم تكون تتكلم فما ناس حشيمه ما تنجمش تعبر على الحب نتاعها مي الفاس فاس ديما حتى الحشمه هذيك كي تراها تذوبك هكا وتخليك هكا شيرها على الانسان هذيك وتخلق نوع من الانتيميتي بيناتهم والشاعريه هكا الكلام والصوت في الغيال مش كيما الصوت ورا الاكران ولا عن طريق التليفون التبعات نتاع الانفصال عليه باش تسبب له معناها حاجات خايبه وحاجات حتى تضره فما ناس عملت دي تونتاتيف دو سويسيد حتى معناها فما ناس خلقت محاولات نتاع انتحار ونتاع خاطر الفراغ هذاك ما لقاش كيفاش يسكر وما لقاش كيفاش يتصرف معاه حتى الرجال معناها يولي يخسر خدمته فما ناس خسرت خدمته فما ناس رتيت السنوات في القرايه معناها ما نجحتش فما ناس يقول لك انا عامت الباك ما نجحتش خاطر البارتنير ما كملش معايا عامتها وخاطر فما تاثير كبير ياسر معناها الانفصال انسان في الحياه العاديه معناها شخص تحبه باش يخلي وطأة كبيره ياسر معناها الام البو الاخ الاخت في الوداع في السفر في الموت معناها الانفصال ولا الوداع ولا انه انت تخسر انسان حاجه 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 عندها تاثير كبير ياسر على الحياه بتاع الانسان.